صباحكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بانطلاقة يوم جديد من بعد ما استمتعنا بالرياضة مع جولي وعرفنا أخبار الفلك مع سحر. حان الوقت نبدأ باستقبال ضيوفنا، ومثل العادة بداية اللقاءات مثل كل نهار تاني بتكون مع أماني الجردي المستشارة التربوية. أماني، عودتكم من خلال السوشيال ميديا والتواصل معها في أسئلة بتختارها بتجاوب عليها على الهواء، لأن بتكون بتفيد فئة كتير كبيرة من الناس عندهم نفس السبب ونفس المشكلة. كرمال هيك رح نقول لك أماني صباح الخير. بونجور، أهلا وسهلا فيك. ثانك يو. بتعرفي يعني هيدا حالنا بلبنان. سؤال، لقيتي بنزين لتجي؟ ايه لقيت. بصعوبة ولا؟ ايه بصعوبة. ما عندك واسطة خط عسكري أو شيء؟ لا يعني الله يخلي للوالد، بيروح بينطر ثلاث ساعات وبيعبي له. هالقد عم ننطر؟ عن جد هالقد عم ننطر؟ وقديش يعني عم بيأثر على الأميات وعلى الأولاد هيدا الشيء؟ يعني بتعرف حتى نوعية الكونسلتيشنز اللي صارت تجينا تغيرت نوعيتها. تأثرت؟ ايه تغيرت، صار في كاتيجوري جديدة، لا يعني صار أكبر عدد من الاستشارات اللي بعطيها، صرت هيك بقدر أقول قصص جديدة، هي فينومينال، هي شيء جديد عم بيكون. هيدا نتيجة الوضع وانعكاسه على حياتنا اليومية. أكيد دفنتلي، لأنه عن جد كل مشاكل الاجتماعية والنفسية بتجي من المشاكل الاقتصادية والسياسية، لأن احنا عنا الاقتصاد والسياسي عنا مشكلة كتير كبيرة، فدفنتلي زادت المشاكل الاجتماعية وزادت certain categories. يعني أنا صار عندي كود براسي هلأ جديد، فتح كود براسي عن kind of other consultations عم يطلبوها الأهل. فينا نعرف يعني أبرز الهموم شو هي؟ هموم يعني الناس. مثلا هيدا example هلأ، مثل السؤال اللي رح تجاوب عليه هلأ. في مدام سؤاله هو اوكي سو نحن دائما كل نهار جمعه بنحط وات از ذا مين ايشو يو ار كارنتلي فيسينج وذ يور تشايلد، شو هو اكثر كونسرن عندكم اياه مع ابنكم، شو اكثر اشكاله، لنحكي عن شو عن جد هلا يكون قاني هلا عم يكون. ففي مدام عم بتقلنا انه ما عم بتقضي وقت كافي، not spending enough time with my child makes me feel so guilty. So ما عم تقدر تقضي وقت هيدا مع شعور كثير من الأمهات تحديدا exactly. والأهل. Exactly. عم بخليها تحس بالجلت. So بدي بلش بموضوع إنه ما في أم بتحس بالجلت. أنت يا مدام عم بتقولي ما عم بقضي وقت كافي مع ابني او بنتي لانه قالت يور تشايلد ما عرفنا شو، ما فانا حاسه بالذنب. اللي بدي اياها تعرفوا انه كل ام باي بطبيعتها بفطرتنا بغريزتنا بنحس بالجلد، مزبوط، لانه نحن بدنا نحط كثير هاي. هلا بنحكي على الاسباب. سو بيسكلي بدها تعرف انه هي منا لحالها، هي انت منك لحالك، كل ام بتحس بالجلد. الام اللي قاعده ببيتها وما عندها شيء غير اولادها بتحس بالذنب لاسباب، والام اللي هي عم تبعد كثير لاي سبب من الكان، عم تدرس عم تشتغل whatever، هي حاسه بالجلد. فاول نقطه بلشي، انت منك لحالك، كل ام بتحس بالجلد شو ما كانت عم تعمل. الام اللي قاعده كثير ببيتها عندها اسباب لتحس بالجلد كمان. هيدي اول ما بتسمع ناس اماني بتقول مكرسه وقتي كله لاولادي، مزبوط حنحكي يعني عنه. ما عم بعمل شيء بحياتي، بس انا مخصصه كل شيء بخدمه اولادي تيكونوا هني راضيين. حنحكي على قد جماليه هيدي العباره شو عندها ايشوز، وحتى كرمال هيدي الماذر اللي هي على البعد عم بتحس بالقلت، وان شاء الله اقدر ساعدها اليوم لانه بعرف شو يعني قلت وانا عشته لهيدا الشعور. ان شاء الله اقدر هلا بهيدي السيجمنت اقدر ريحها شوي، لانه هيدي ازمه وانا عشتها، اتس بيرسونال ستوري، وكثير من الكونسلتيشنز عم يجي هذا الموضوع. سو اول شيء غير انه نعرف انه هي مانا لحالها وشو ما كانت رح تعمل رح تحس بالجلد، هذا الشيء اول شيء لازم يبلش يريحها. اول نصيحه لها، خفف السوشيال ميديا. الامهات اللي هن بضلهم صور لاولادهم وهيدي العلاقه اللي هي كثير حلوه، تخفف هيدا الام تشوف صور على السوشيال ميديا لها. تانية توقف تقارن حالها بغيرها. لما اذا ما فينا كثير يعني نمنع حالنا على السوشيال ميديا، اذا نحن شفنا او سمعنا جارتنا او شفنا قرابتنا او شفنا مرت الناطور او شفنا وريفر حدا بالبنايه كيف عم يتعامل مع اولاده، ستوب تقارني حالك بغيرك، ظروفك غير ظروفها، معطياتك غير معطياتها. انا عمي سنجل مام، كنت دائما اوقع بهيدا الفخ، رغم كل النصائح اللي اعطيها لغيري بالانكونشس لالي اوقع. بيجيني كونسلتيشن بيكونوا اهل عندي
بقلب العيادة عم يحكوني عن هيدا الموضوع. كل ما يجي أهل عندهم كونسيرن عن ابنهم، هن ما عم يعملوا شيء غير عم بيفيقوا فيه إحساسي بالذنب أو تقصيري نحو ابنه. ف يعني قديش هو كل أم هي بتحس بالذنب. إذا بتسمحي لي أماني خليني مرق بس هيدا التعليق. أي. إنه مش كل شيء بنشوف على السوشيال ميديا إنه هيدا حقيقة. أكيد. ياما وياما وأوقات بيعملوا هيك مثل ميكينج أوف، بيكون الولد أكل قتلة ليضحك ومبسوط وبياخذوا الصورة وبتكتب لنا هابي فاميلي ويا لطيف ووندرفول وما بعرف شو. مظبوط. وإن ما كان هيك كمان إلي ظروفها هي مش أنا، جوزة مش جوزة، يمكن جوزة فيري سبورتيف، يمكن جوزة مأمن لها مدخول ما تضطر تشتغل، يمكن جوزها مأمن لها ريسورسز هي ما عندها اياهم، سو هي منا المسؤولة. هيدي ثالث نقطة بدي اقول اياها، غير انه تخاف السوشيال ميديا، غير انها توقف تقارن حالها بغيرها، ثالث نقطة ما تحمل كل شيء فوق راسها. تشرك، يعني هيدا المشكلة هي شريكة بهيدي المشكلة منا لحالها، نحن بننسى انه نحن في عنا زوج اصلا ان كان موجود هو بارت من هيدا بهيدا الموضوع. سو الام دائما بتحس انه انا المسؤولة، لا ما بتقول كلمة نحن، انا ما عم بعمل، انا ما عم ساوي، انا عم بعمل، ما بتقول كلمة نحن. طيب هيدي الام اللي معتمدة تحط على كتافها كل شيء، فتشريك الزوج بهيدا الموضوع، وما تعطى الهم تسلمه مهمات لهيدا الزوج. يعني اذا انا ما بدي، لا ما بدي هو يعمل، ما حيعرف يعملها، لا ما اذا بيعمل حيخبص من الموضوع، لا مش كرمال لانه ما حيعملها as perfect as I want، ما اطلب منه طلبات واخر شيء انا جنبه وما اعتبره شريك لإلي، لانه انا بدي اكون ان كنترول، ولانه انا ام الولد، ولانه انا لازم اعمل هدول القصص. انا كنت حابب اعرف شغله، يعني المساج منه كثير واضح. أي. يعني كنت حابب اعرف شغله، اذا هل اللوم اللي عم بتلوم حالها فيه ناتج عن امتعاض من الاولاد او من ابنها تحديدا؟ يس. حنحكي، يعني من ولدها حنوصل كمان لهذا الموضوع. هلا رابع نقطه بدي اقولها، انه اذا كان الولد بلش يفوت بالمراهقه البعد هو بوزيتيف، لانه كل ما قربنا كل ما انا عم بخلق مومنتس اوف فلاشز، بصير في نفور اكثر 100%. والولد اللي هو عم بفوت عم بيتحضر للمراهقه هو بده يبلش يبعد، وهيدي السبيس از جود فور هير. سو كمان ترتاح بموضوع انه اذا هو بلش يكبر وعم يتحضر للمراهقه هذا شيء كثير بوزيتيف له. خامس شغله بدي اقولها، ما تعتبر هي ديفينتلي، هلا نحن عندنا دائما كواليتي واتس نوت كوانتيتي، هيدي البيرنتنج فينومينون، لا بدنا نعترف انه كوانتيتي از امبورتنت از ويل، بدنا نعترف بهيدا الشيء. يعني اذا ابني عم يلعب وانا ماني قاعده معه كواليتي تايم، بس هو شاف خيالي قطع، هو حس بالامان. اذا سمع طرطقه الطنجره بالمطبخ انا وعم بطبخ وهو بالصالون، هو حاسس لانه عارف انه ان اجى حيلاقيني. فما بدي انا اعيش تحت شعار انه اتس اونلي كواليتي نوت كوانتيتي، اتس بوث، اتس كواليتي اند كوانتيتي، بس بغياب الكوانتيتي شو فينا نعمل. فعلا هون بدي انا صير احكي عن الكواليتي. في أزمة إلي إنه الأم تجي من شغلها بدها تروح على السوبر ماركت تجيب الغراض، بدها تطبخ، بدها كذا، بتلاقي الولد نعس، بدها تحممه وينام. هيدي دائما الأمهات بيقولوا لنا ما عم بقدر أقضي وقت، يعني إيفن الكواليتي ما عم بقدر أقضيها لأني بدي حممه، بدي أطبخ له، بدي أعمل. هيدول بدي حممه، بدي أطبخ له، بدي نايمه، هن هيدول الكنز اللي انا لازم استعملهم لكون عم اقضي وقت مع الولد. بتكون يعني على تماس مباشر معه. بدنا نطبخ مع بعض انا وابني، بدنا نروح على السوبر ماركت مع بعض انا وابني، لما بدي حمم ابني هيدي جيم عم بلعبها انا وابني، لما بدي نيم ابني هيدي جيم، بدي روح جيبه من المدرسه، كثير حلو انه عم جيبه من المدرسه، هيدا شو حلو انك انت عم تلقطيه اول ما يفوت على السياره وتساليه كيف كان نهارك، يمكن بعده شيء جاي معصب هو بده يقول، ان قال الولد ولا ما اعترف الولد هو بده يحكي عن نهاره. ولو هو منه متعلم تقنيات الكلام هو من جوا بحاجه انه يحكي. وان ما تكلم بيكون هو عم بيقاوم رغبته بالحكي، بس الرغبه دائما موجوده تو ريبورت تو بيرنتس، الشيء البوزيتيف والشيء النيجاتيف. سو ان ما حكى بيكون في اسباب لما يحكي، بس الرغبه هي موجوده وحاجته هي موجوده ومصلحته هي موجوده. اذا هي بقلب السياره كم جيم فيها تلعب معهم، كم غنيه فيها تغنيهم مع بعض، كم حديث فيها تفتحهم، كم منافسه فيها تعملها هي وياه بالسياره على شكل جيمز، مثلا انا غنيت غنيه اخر حرف من الغنيه انت بدك تكمله، كم فرصه لهي تبلش تخبره شو صار بنهارها،
طلع هو بالسيارة ما حكى إن هي خبرته، ما تطلب منه يحكي، إن هي خبرته هي كيف كان نهارها. لما فاتت على المطبخ هي وياه، إن هي هو ساهم بالطبخة. إن رحت على السوبر ماركت، إن هو نقش شو بدهم يطبخوا بالليل. سو ما بقى نعتبر إنه الواجبات المنزلية هي كمان انشغالي عن الولد، لا، هو شغل عم نعمله مع بعض. إذا عرفوا كيف خلقوا الوقت ليستفيدوا منه. مزبوط. سو هي منا زيادة وقت، هي تعديل بالتقنيات بالوقت اللي هو موجود اللي نحن عم نعمله مع الولد. واللي بدي اياها تعرفوا، في شيء اسمه انتنسيف ماذرهود. هيدي الانتنسيف ماذرهود اللي هي القعدة أم اللي أنت كنت عم تقول عنها قبل شوي، ما عندي شغلة غير ولادي وشغل الشاغل هو ولادي، عندها أزمات بالعلاقة مثل الأم اللي بعيدة عن ولادها. لأنه هيدي الأم اللي ما بتعرف تترك سبيس، هيدي الأم اللي بدها تنحت ابنها نحت، هيدي الأم اللي أوفر ديسبلين على الولد، اللي بتعمل كتير تعديل سلوكي للولد، هيدي الأم قول سوري، ما تقول هيك، قلت هيك، اللي هي مفكرة حالها عم بتربيه وعم تحرمه أنه هو يكون حاله، يشبه حاله، يكون نفسه. الأم اللي ما بدها ابنها يوقع، الأم اللي ما بتخلي ابنها يجوع، هيدا الولد اللي هو ما تعرض لمشكلة، ما واجه مشاكل لأنه دايما في سورس أوف حماية عنده، ما فات ببروبلم عارف كيف يطلع منها، لأنه اللي بده ينزل يلعب تحت هي بدها تضل لحقته هو عم يلعب معه. يعني يكتشف مهاراته. يكتشف مهاراته exactly. فبالتالي ما بقى تفكر السيناريو الثاني هو أفضل لهيدي الأم اللي عم بتحس بالذنب. وآخر شيء بدي أقول لها، يكون عندك compassion لحالك، يعني مثل الرحمة اللي أنت عندك إياها لابنك، رحمي نفسك كمان. قولي أنك أنت عندك ظروفك، عندك بنيتك النفسية، ما بعرف على أي عمر تجوزتي، ما بعرف كيف عشتي، ما بعرف أي نوع من الزوج اخترتي، ما بعرف شو ظروفك، ما بعرف فقرك، غناك، مصرياتك، أنا ما بعرفهم، بس دفنتلي دفنتلي في شيء عم يمنعك من أنك أنت توصل للستاندردز براسك. قبل ما يكون عنا رحمة لأي شيء بالحياة، بدنا نرحم حالنا لأننا لنقدر نكمل. كونك أم، الله عطاك نعمة، فما تخلي أمومتك تكون مصدر قلت لقلك، لأنه هيدا النعمة ما فيها تتحول. كيف الإنسان اللي هو بحب التاني كتير وخسره بخلي هيدا الحب يصير عذاب لقله؟ ما فيها تكون المحبة مصدر عذاب، كمان ما فيها تكون أمومة مصدر ذنب. هذا البديل لايا. طيب هلا انت عم تحكي بالشق التربوي. نعم. اذا بنحكي مع ويلنس كوتش او معالجين نفسيين، دائما بيقولوا للمراه وهون على بلاتو يوم جديد، استأذنوا من حياتكم الزوجيه والعائليه، خلقوا، بلشوا بعشر دقائق، نص ساعه، بعدين ساعه، بعدين اكثر، لترجعوا لذاتكم، تشوفوا اشياء كنتوا تعملوها انتوا صبايا عذابه واشتقتوا لها، هوايات معينه، أكيد. يمكن قاعده مع اصحاب، يمكن أكيد. يقعدوا وحدهم بمكان هن بيرتاحوا له، اكيد، وهيدا شيء سليم، اكيد، لتقدر هي تكفي بمهامها الزوجيه والعائليه تجاه زوجها وعائلتها. كيف فيها توفق هون بين انها تلاقي هال الوقت المخصص لها لترجع؟ جوابك ما في جواب لهيدا الموضوع، في مين عم يحكي. يعني انا ام عم بتقول انا اللي معذبني بعدي عن ابني، فهلأ اللي حيبلسم الجرح هو إنها تلاقي راحتها وتبلش تقرب وتلاقي التقنية كيف ترجع تعمل كونكشن مع ابنها. يمكن لو هي مشكلتها إنه هي السيناريو الثاني اللي أنا دايما أنا معصبة لأنه عم بطبخ وعم بجلي والولاد ووع وبع، ساعتها يمكن حاجتها بهاي المرحلة من حياتها اللي هو هيدي الأكزت اللي هي عم تظهر. فما في صح وما في غلط، كل كيس شكل. انا بعتقد انه هاي المره اللي عم تحكيني، اللي انا عن جد كثير حسيت فيها، هي يمكن بلسمها هلا لما تبلش تلاقي ابنها عم يضحك وتبلش تلاقي الوقت اللي عم تلعب معه. طيب. يمكن هيدا اللي ببلسمها بهيدا التويت. كنت سالتك سؤال اللي رح تجاوبيني عليه بعدين، هالاحساس بينبع منا شخصيا او من رده الفعل من قبل الولد؟ كل ام عم بتحس بالقلت، وذر شو ما عملت هي معه، ان عبر لابنها ولا ما عبر لها، ما في هذا البدايه اللي انا بلشت فيها، ما في ام ما بتحس بالذنب،
This is why بدنا نبلش بالرحمة على حالنا قبل أي شيء. نسيل ظروفك، ما بهمني بتقضي وقت، بتقضي وقت بتشتغل بتتعب، ما بهمني. بلشي الرحمة على حالك، compassion على حالك، هيدا النعمة نحولها لشيء فعلا نعمة لحياتنا، وبعدين نحن بنفوت بهيدا. طيب أماني، قلتي حضرتك إنك عشتي هيدا الاختبار، خليني أكون صادق معك، وبدي إنك تكوني صادقة معي ومع المشاهدين، لأن بكل مرة بطرح هيدا السؤال وفي ضيوف بياخد على خطرهم، الكلام اللي عم بتقولوه قادرين نطبقه، سهل تطبيقه، البعض بيزعل إنه كيف كأنك عم بتشكك بعلمنا وبقدرتنا. بالعكس، أنا بدي وصل المساج للناس إنه إذا التزمنا بهيدي النقاط قادرين نعمل فرق. أنت كيف تخطيتي؟ تخطيت إحساسي بالذنب؟ إيه، يعني قد ايه اخذ معك وقت؟ ما تخطيته. التجيتي لحدا اشتغلت؟ لا، حجاوبك، ما تخطيته. ما تخطيتيه؟ خففته، ما تخطيته. شو كانت الطريقه؟ معلي خليني استفيد من خبرتك، يعني اليوم انت بموقع مسؤوليه، انت يوم مستشاره تربويه 100% عم بتساعدي عائلات كثير. مين ساعدك؟ رح خبرك، انا قبل ما كنت بعمل كونسلتيشن للاهل، اذا رن لي ابني، لانه from the professional part ما فيك تكون انت عم تعمل، مثلا انا on zoom مع ناس، اوكي، عم بعمل consultation، عم taking notes، اوكي، اندق تليفوني او دق لي ابني، the professional part فيي بيقول انا ما لازم رد. انا هلا لما بشوف رقم غادي على التليفون، لو مين ما كان يكون، انا بقول I'm sorry، ابني عم بدق لي وبرد. تعلمت انه انا حط اولوياتي بالحياه والباقي بيرجع بيركب. انا ما فيني ساعد اولاد الناس واهالي الناس، رح جاوبك، ما فيي ساعد قبل ما ساعد حالي through انه انا اتصالح بالعلاقه وكون مرتاحه انه انا ضميري مرتاح مع ابني. كيف اشتغلت على حالي؟ اول شيء وجع ابني اللي قطع فيه، وجعي انا اللي قطعت فيه، ظروفنا الصعبه، being a single mom هو اكبر تحدي، الوجع علمنا. يعني انت when you get into the pain بتفيق على حالك وبتكلها الكف وبتقول لحظه بدي ارجع اعمل ترتيب حياتي شو هو. سو البين اللي انا فتت فيه هو اللي علمني، وانا بعدني بحس بالذنب بادق التفاصيل، يعني صار عمره 16 سنه كثير بحس له بالذنب بعدني، بس كثير اخف. يعني انا صرت بوعى على حالي انه لحظه انت عم تحسي بالذنب، هي ما في حل للذنب، في بنتعامل معه بطريقه افضل، بنتصالح مع الذنب اللي عم بحسنا فيه، ودايركتلي بنلقط حالنا انه حاسين بالذنب. في امهات عم بحسوا بالذنب، هن ما عارفين انه عم يحسوا بالذنب، عم يتعذبوا. صحيح. ما عارفين شو سبب عذابهم. انا اللي توصلت له انه انا صرت عم انتبه انه لحظه انا عم عذب حالي، روقي، وصرت بشكي له وهو بخفف عني، صرت بخبره شو بحس له. هذا اللي كنت عم تقولي للناس انه استفيدوا من الوقت. ايه، وانت شفته لغادي بحلقه من الحلقات كنا سوا. مزبوط. اماني بدي اقول لك ميل ميرسي على الاختبار اللي شاركتينا فيه من خلال مداخله المدام على السوشيال ميديا عندك ومن خلال اختبارك الشخصي. بتمنى يعني يا امهات العصر اليوم، بنعرف الظروف صعبة كتير، بس إذا بنطلع بأمهات الجيل السابق، يعني ستاتنا والأجداد كمان كانت ظروفهم منا هينة ومنا سهلة، وقدروا بنيوا أجيال بطريقة ما، وبتحس إنه كان عندهم هيدي الثقافة بالفطرة، بالحكمة، بالحكمة والفطرة 100%. واليوم يعني الدنيا تطورت وفي علم بين إيديكم وفي أصحاب اختصاص كمان هن بخدمتكم ليساعدوكم لتقدروا تنجحوا ببناء عائلة سليمة. أنا بقول لك بداية أسبوع موفقة بإذن الله. Thank you. Thank you أنك فتت بالبرسونال ستوري، لأنه هيدا أكثر شيء أوثنتك. مثل ما أنت عم بتقول، دائما الأمهات بحسوا جاي حدا يحضرهم وكأنه هذا الشخص المثالي. أجمل شيء أنه الموتيفيشنال سبيكر ولا الكوتش ولا المستشار ولا whatever هو بارت من البروسس. هيدا أهم شيء للأم، ما بقى تحس حالها بمحل هي عم تتلقى، أنا وياها واحد. وشكرا للتجاوب. شكرا. أبدا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، اسمحوا لنا ناخذ فاصل إعلاني ونرجع لكم.